أود بس الشعب الجزائري نوجه اعتذارات للشعب الإيفواري. صراحة الإنسان هذيك ما تمثلش لزجرية، احنا شعب مضياف متخلق يحب إفريقيا، وأنا شخصيا في إطار المهام تاعي تنقلت لعدة عديد من البلدان الإفريقية، وبلدان جميلة جدا عندها خصوصياتها كما الجزائر عندها خصوصياتها. احنا بلد إفريقي، ما رناش بلد بين البرتغال وبين إسبانيا، ونعتز بتواجدنا في القارة السمراء. اليوم ما يجيش اون بيرسون مستوى خارج التصنيف يحسب على الجزائريين، هذه التصرفات غير المقبولة. اليوم من غير معقول انه نسكتوا على شرذمه من الناس ما تمثلش الشخصيه الجزائريه، ما تمثلش الجزائر. لي راتي دو لا سوسيتي ما يقدروش يمثلوا توتين سوسيتي لي راقيه، امبوسيبل يا ناس. ام دايرين جمعيه كبيره ودي زانتيري بيرسونيل وديتريمون دو لاجيري على حساب الجزائر. من غير الطبيعي قالت الايطو تخرج لي راس، رحت الكاميرون قالت لي الكاميرون ماشي مليحه، رحت الكوت ديفوار قالت الكوت ديفوار بريستوريك، رحت الغامبيا تحوس على غاساما ضربت مع دي جورناليست، والكلام اللي يعني استحي وحدي استحي نسمعه يا ناس. والناس تسوق لها وتجوز لها، سيني با نورمال. الصحفي حافظ الراجي راه معاها في شرع، وزراء في الدوله الجزائريه هضرت عليهم، شخصيات كبيره هضرت تكلمت عليهم يا ناس، كاين كثير ماشي وحدها ماشي كايزولي. المستوى المنحط الرديء هو اليوم يتصدر واجهه يعني الاعلام الجزائري، وما لازمش اليوم اشخاص مثل هادو نخلوهم دائما في الواجهه. مي سيني با نورمال شو صار اليوم، وكانه لا تنسكت تاع المستوى المنحط هي اللي تسيطر على بلاد وتتلعب بمصيرها.